في فيديو جراف الحقيقة حلو جدا عن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية في مسألة تخفيف قيود كورونا. طب يعني إيه فيديو جراف؟ يعني عرض لمجموعة من المعلومات حول هذه المحددات، خلونا نشوفها ونرجع نكمل الكلام. طيب ده كلام جميل خالص، يعني عمليا الكلام اللي حضراتكم شفتوه اللي هنقعد نتكلم فيه بالراحة وبالتفصيل هيخليك تعيش رمضان بكل أجواءه تالت ومتلت.